السفره بتاعتي يكون عليها الاكل كل يناسب كل افراد الاسره، صغير وكبير وامهاتنا واباتنا، يعني ما نعملش الاكل ما نبقاش انانيين، نعمل الاكل بيحبه مثلا جوزي بس او مامتي بس او حماتي بس وهكذا. انا بحب كمان تنوع. يا شيف ان مثلا سي احنا مثلا سي عازمين ناس كبار حلو والسفره مش هتقضيهم، بنعمل سفره صغيره كده اللي هي زي الترابيزه اللي بتقفل وبتتفتح للصغيرين على جنب لوحدهم، بيقعدوا كلهم ياكلوا مع بعض. فكره حلوه دي. والكبار بيقعدوا على الترابيزه الكبيره، واكل الاطفال دايما يعني مش هنختلف فيه، يعني مثلا انت عندك الباني كل الاطفال بتحبه، الكفته كل الاطفال بتحبه، الملوخيه مكرونه بشاميل كل الاطفال تحبها بالظبط، الملوخيه، المكرونه البولونيز السباجيتي، كل ده الاطفال بتاكله وبتحبه، يعني مش هاخد الريسك ان انا اعمل حاجه ممكن طفل ما ياكلش فيها لو في كبار وصغيرين جايين. بالنسبه للكبار بحب دايما ان انا انوع في الاكل علشان اللي ما بياكلش حاجه ياكل التاني، يعني مثلا واحده ما بتاكلش ضاني حلو بحب نعمل لها كفته كندوز، نعمل كفته ممكن حل. اعمل كمان على فكره ممكن مثلا اعمل حاجه تشيكن بالوايت صوص حلو ما دام علشان اللي ما بياكلش ضاني ياكل مثلا فراخ او ياكل كفته حلو اللي ما بياكلش جلاش ياكل مكرونه بالبشاميل حلو، يعني لازم تعمل من كل حاجه حاجتين ونحط في الاعتبار في كبار السن على السفره طبعا، نعمل الاكلات اللي هي سريعه المضغ وفي نفس الوقت سريعه الهضم بالزبط. اللي هي ما تتعبهمش وهم قاعدين على السفره بتاعتنا، دي مهمه جدا ان حل. الاكل يكون برضو فيه سلطات، انا بالنسبه لي الشوربه اساسيه في رمضان عشان هي كانت بتسالني برضو على اتيكات السفره، في رمضان الواحد يحب يكسر صيامه اول حاجه بالشوربه مش بالحاجات الساقعه قوي، وعلى فكره بيقول لك كمان الشوربه مش المفروض تكون سخنه مولعه لان السخن المولع ده برضو على غيار الريق ما بيكونش كويس، ده مش كويس ده ممكن يعمل مشاكل كبيره بالظبط. الاستاذ ريهام بقى من هوايه ان هم بتعزم حد من الاتيكيت ان انا اتصل بيهم واقول لهم تحب تاكلوا ايه مثلا على الفطار لو قريبين ولا اجباري اعمل اللي موجود في الثلاجه؟ لا مش اللي موجود في الثلاجه، انت لو هم قريبين مني ده يعني لازم. معظم الوقت هكون اصلا عارفه هم بيحبوا ايه، بتبقى عارفه ان هم اكيد بيحبوا يعني على مدار الوقت والسنين بتبقى عارف صحابك بيحبوا ايه وما بيحبوش ايه، فاجئهم ده كويس برضه وفي نفس الوقت ممكن اعمل لهم اللي هم بيحبوه وازود عليه حاجه جديده مثلا هم ما يعرفوهاش ونجربها مع بعض ونفاجئهم بالظبط. ويا سلام لما تكون عازمه حماتك وعارفه ان هي مثلا بتحب مثلا الكشك الصعيدي مثلا يا حماتي، انا عايزه اقول لك على حاجه بقى يا شيف، الناس كلها بتنهار مني ان انا ما بحبش الكشك بجد، تخيل يعني الكشك دي اكله من الريف المصري واكله رمضاني ومليان كالوريز طبعا ما هو بيتعمل من القمح يتعمل من الدقيق والزبادي حلو قوي، بس ما اعرفش ليه يا شيف ما ماليش فيه، اللي بموت فيها سلطه البنجر، سلطه البنجر مالها بموت فيها بحبها قوي بحب البنجر جدا على فكره، بتعالج الانيميا. طب قول لي كده مقدارها بسرعه طيب قبل ما اقول لسلطه البنجر بتعمل ازاي، ايه رايك في لون الفاهيته وشكلها؟ خطيره خطيره الالوان تجنن اصلا، هي عايزه صوره لوحدها ايوه تشكيلته مقاديرها على الشاشه، دجاج متقطع شرايح، فلفل الوان متقطع شرايح، خبز فاهيته موجود معانا ما لقيتهوش واحتمال ما تلاقيهوش عشان سعره غالي شويه ومش متواجد دايما، تجيبي خبز الشراكه او خبز السوري او الخبز البر ده جميل يتعمل فاهيته بقى لطيف، او العيش الشامي عارفه ده طبعا استاذ ريهام بتاع الشاورما ده بتاع الشاورما ده لطيف جدا على فكره، ونجيبه نص سوا كده عشان نعمله السندوتشات، بتاخد بصل بتاخد ثوم بتاخد زيت زيتون، ممكن البعض بيحط لها جبنه شيدر صفراء، البعض بيحط كريمه او كريمه حمضة لبنه حسب الرغبه يعني. نيجي للفاهيته بتاعتنا الجميله نقلبها مع بعض، بيطلبوا مني حضرتك هتشوف الاستاذه ريهام الشيخ تمسك السكينه ازاي وتقطع طبق سلطه ازاي، وسجل يا تريم اتفضل، في ناس كتير قوي هتنبسط بال نقول بلاشه تانية يا شباب عندك موجود يا فندم طبعا الاستاذه ريهام الشيخ من هواه السفر قوي بتحب السفر بموت في السفر، تحب تاكل ايه بتسافر البلد اللي فيها اكل حلو ولا بتحب تاكل ايه لما بتسافر؟ بص يا شيف بصراحه لا يعني مش بسافر البلد مخصوص عشان الاكل طبعا دي اساسا انا بهزر، بس طبعا في نفس الوقت بموت في حاجه اسمها ان انا اجرب الاكل اللي هناك حلو، وبصراحه انا حظي دايما كان حلو في السفر او في المطاعم اللي انا بروحها حلو ما خيبوش ظني حلو، بس يعني اكتر بلاد كنت بحب قوي الاكل بتاعها ممكن فرنسا اكلها يجنن ايطاليا اكلهم تحفه خصوصا الباستا والبوراتا بتاعتهم وشرب الجبنة. شربة البصل جبنه البوراته وشوربه البصل عندنا بوراته هنا يا شيف نعم عندنا هنا بوراته في مصر طبعا. فين بقى في المطاعم الفرنسيه بس لا انا قصدي بتتباع بتتباع طبعا فين بقى
وبتتعمل مخصوص. بتتعمل مخصوص. قلت لي انك انت شاطره قوي في سلطه النسواز. سلطه بتحبيها؟ بموت في النسواز يعني، هم اكتر سلطتين بحبهم. برضو من السلطات الايه المطبخ الغربي. بتحبي تاكليها ازاي؟ النسواز لازم يكون فيها انشوجة ولازم يكون فيها بيض حلو وبصل ما شاء الله وطماطم حلو وبطاطس حلو. انت جبتي اهم حاجه فيها الانشوجة دي اساسا. انشوجة احلى حاجه اللي بتخلي طعمها احلى طبعا. حاجه مش موجوده الانشوجة ممكن نستخدم تونه. بس دي كده بقت تونه سالد. ما بقتش ما بقتش نسواز. لا انا دايما بحط بدايل لان المطبخ ما هوش لا دستور ولا قاعده. بس اي سوبر ماركت فيه التونه الحلوه اللي على المسقعه دي. شكلها تحفه. شفت ازاي حلوه قوي. قرن الفلفل حار عليها. انا جوعت يا شيف، انت جاي تعذبني. قولي لي الخيار ايه اخباره؟ السلطه فظيع يستاهل بقك حبيبتي. خطير. حطيه هنا كده نقطعه نحطه هنا. ساعديني بقى. احط لك الخيار هنا. ايه اخبار سلطه الخيار؟ تمام. انا هتاكل دول بس النهارده بجد والله. دول كفايه قوي عشان طيب عايز تيجي اعمل لك تاني؟ براحتك عادي. انا عايز بس اخليكي ايه نتعلم مسكه السكينه من الاستاذه ريهام. دي كده يا شيف يعني بنهزر. خلي دي هنا كده. ده كده قلبه السكينه. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا نعم. خلينا نعرف مسكه السكينه مين. يا محل يا ملاح. نعم يا ست الكل اموريني. نعمل الرواب باللحمه الضاني. ممكن نعمله. انت عايزاه باللحمه الضاني نعمله باللحمه الضاني. ممكن نعمل. طيب حاضر. في متصله من المشاهدين والمعجبين والمتابعين للبرنامج بتاعنا بتسال نعمل الرواب باللحمه الضاني. طالما الرواب باللحمه الضاني بنجيب المفروم ضاني. اوكي. طب ما فيش مفروم ضاني، حته كندوز هبره حلوه بنفرم عليها حته ليا ضاني، خدتنا للحمه الضاني. اوكي. ونجيب اللحمه نعصجه مع بصله وتومه، وبعدين نحط الرقاق في الشوربه بتاعته، وبعدين نعمله طبقات، وفي النص طبعا المفروم بتاعنا الجميل الضاني وندخلها الفرن. ده بتحب اللحمه الضاني يا شيف؟ انا عاشق للحم الضاني، خاصه الكتف الضاني لما يتعمل كبسه او يتعمل في الفرن كده روستو. شفت الفاهيته بقى؟ خلينا نعمل ايه؟ انا بحب اللحمه البتلو. ايوه ست كل اتفضلي. الله حلو السؤال ده، جميل جدا يا استاذه مي. ولادنا ياكلوا ايه في الامتحانات؟ تنصحيهم بايه يا استاذه ريام؟ في عشان ما يناموش بدري ويركزوا في الدروس بتاعتهم. بص بقى يا شيف. اتفضل. انا ابني وهو صغير. ابن حضرتك اسمه عمر. عمر عنده 7 سنين دلوقتي. طب ليه ما قلتليش اللي عايزين عمر نشوفه بيحب ياكل ايه من ايد حضرتك؟ لا ما عمر ما بيحبش ياكل قوي من ايد حضرتي. خالص. لا يعني بص من ايد حضرتك وهو صغير. وهو صغير. عارف لما يبقى عندك عقده ان انت ما بتاكلش اكل كتير فعايز تطلع ابنك ان هو بيحب كل حاجه. حلو. فاكلته سبانخ واكلته البسله وال اسمه ايه السويت بوتيتو اسمها ايه بطاطا. جربت معاه كل حاجه. جربت معاه كل حاجه وحبوهم جدا. حلو. ولما كبر كان لسه بيقعد ياكلهم لحد ما دخل المدرسه وابتدى يشوف بقى ايه البيتزا والهامبرجر يعني فتحت على الحاجات الثانيه. ابتدى ايه يتعدي. حلو. في الاول الصراحه كنت مبسوطه لان انا كنت بتعب جدا في السفر. حلو. يعني وانا مسافره كنت اخد معايا في الاوتيل كيس ملوخيه. كيس والله العظيم عشان اعرف اكله. يحب الملوخيه. الاطفال كلهم بيحبوا الملوخيه والرز. وكان بيتعبني جدا في السفر ان انا بجد بشيل معايا الحاجه علشان نعرف نعمل له اكل في الاوتيل. بعدين بعديها بشويه ابتدى بقى ايه يسهل عليا شويه موضوع ان هو ممكن ياكل همبرجر. كان ما بياكلش خالص الحاجات دي ولا يعرف طعمها. حلو. دلوقتي بقى طبعا ايه الهمبرجر ده اكلته المفضله. بس على قد ما بقدر. هو لسه يعني الغدا لازم هيكون فيه يا فراخ يا لحمه يا سمك. ده اساسي. اكيد هيبقى فيه خضار. ورز وسلطه. حلو. لازم ياكل يعني طالع لمامته برضو بيحب طبق السلطه يكون متواجد على السفره. لا انا بالنسبه لي الموضوع ده لازم اساسي عندي السلطه. حلو. اصل هي مفيده كمان جدا يعني. السلطه دي طبق مش بس بنسميها دايما عروسه السفره. وناس كتير بتفتكر ان هم يعني بيعملوا السلطه علشان يعني يملوا بطنهم. وبمناسبه الاتيكيت وتنظيم السفره طبق السلطه هو مثابه اللوحه طبعا. الفنيه اللي الست بتترجم حبها لاسرتها. كفايه الوانه. كفايه الوانه. يعني بص احنا واقفين في طريقه التقطيع. اتكلمنا على سلطه البنجر واتكلمنا عن سلطه النسواز. حاضر. واتكلمنا عن حاجات كتير. طب نلف كمان ايه رايك في سندوتش الفاهيته بتاعي ده؟ بتحب الجبنه الشيدر ولا الموزاريلا مع الفاهيته؟ موزاريلا. موزاريلا. وانت؟ انا بحب برضو الموزاريلا لانها بتبقى مطاطيه كده وطعمها حلو. فظيعه. انا احب الموزاريلا اكتر من الشيدر. هعمل كمان واحد بس كده عشان خاطر عمر ابن حضرتك.
ميرسي يا شيف بجد شكلهم حلو قوي. دي الفاهيتة طبعا المفروض تتحط على جريل وتاخد الشكل بتاعها الجميل. اوكي اهوت ادي كده الفاهيتة عملناها وسلطه الخيار الاستاذه ريهام عملتها فظيعه. نعمل دول كفايه. احنا خلصنا وقتنا خلينا نتبل دي بسرعه كده. فص توم ني سلطه الخيار النهارده بالتوم والصويا صوص. اوكي طبق المخللات بتاعنا ده طبق المقبلات وطالما حطينا صويا صوص يا استاذه ريهام ما نحطش ملح. اوكي هو ملح اهو لا ما ينفعش خالص طالما استخدمت صويا صوص ابعد عن الملح وما تجيبوش في سكتي خالص. اوكي اهوت كده السلطه دي خلصت. على فكره طبق مقبلات صحي من الدرجه الاولى. اوكي عليه رشه زيت زيتون. زيت زيتون ده طبق المكبلات بتاعنا ده يكفي الاستاذ ريان. طبعا حلو. خيارتين انا عايز حضرتك تعملي له برزنتيشن كده لطيف بيعود النعناع ده عايز اشوف. أوكي. مكانه فين في الطبق. اتفضلي اديني عود النعناع. بص بقى الاستاذ ريان وهي بتجرنش الطبق السلطه بدي سجل يا تاريخ ايه الحلاوه دي مش معقوله. تسلم ايدك فظيعه ورده على فكره التاتش ده مهم جدا طبعا ما تستسليش بيه والله. لا انا بص هقول لك على حاجه سيبك احنا دلوقتي بنهزر في الحته دي خلينا نتكلم شويه لكن جد. هو فعلا هي بتبقى تاتش صغيره قوي بتحلي شكل الطبق كله يعني ومش كتير يعني في ناس تقول لك انا هزين الطبق كله من هنا ومن هنا ومن هنا ومن النص وكده لا ما بيبقاش خد التاتش ده كده بقى أيوة. خد التاتش ده كده الله الله شفتي دي بقى هي دي فظيعه هي دي